احنا في افخم وارقى واروع مكان في المعادي وهو سرايات المعادي. معانا شقة من افضل الشقق اللي موجودة، حواليها كلها فيلل وكلها بنت هاوس. معانا النهاردة بنت هاوس في سرايات المعادي، تعالوا نتفرج مع بعض. اول ما بندخل من باب الشقة على طول بنلاقي مساحة كبيرة، ريسبشن كبير جدا، مساحته حوالي 150 او 200 متر. بيبقى على شمالنا بنلاقي السلم اللي بيودينا على البنت هاوس او الروف بتاعنا. ندخل على اليمين ريسبشن، نقدر نحط فيه شاشة تلفزيون مع الاضاءة مع شوية صور بتعمل ديكور حلو جدا. وهنلاقي ان التكييف مركزي، المكان كله مكيف. ولو بصينا على الارضية من اجود انواع الخشب الموجود. لو هنا مثلا الصالون بتاعنا لو قاعدة كلاسيكي شوية نقدر نقعد فيها، بيبقى مكان جميل جدا برضو. بعد كده القطعة الثالثة نقدر يكون فيها سفرة كبيرة بالمشتملات بتاعتها. بعد كده ندخل على قطعة تانية جميلة ودي فيها الشبابيك كلها، المكان كله تقريبا كله بيبص على الشبابيك والواجهة كلها بحرية شرقية، على طول الشمس والهواء بيدخلوا منها طول الوقت. بعد ما خلصنا الصالة نقدر ندخل بعد كده على ايدينا الشمال على طول للكيتشن. لو بصينا على الكيتشن هنلاقي ان هو مساحته حلوة جدا، يقدر يسيع كل الاجهزة بتاعتنا. لو احنا عندنا مايكرويف، عندنا البوتاجاز، التلاجة، الغسالة، الكيتشن ماشين، كل حاجة، كل الأدوات بتاعة المطبخ أو كل الأجهزة بتاعة المطبخ يقدر يشيلها. عنده شباك كبير يدخل منه الشمس والهواء. من حلاوة الكيتشن بتاعنا نقدر نعمل ترابيزة صغيرة لو هناكل فيها حاجة سريعة. وبعد ما خلصنا الكيتشن نقدر ندخل بقى على حمام الضيوف وهو اللي بعد الكيتشن على طول. في التويلت بتاعنا وهنلاقي المراية ونلاقي حوض نقدر نستخدمه على طول. يلا بينا نتفرج على الاوض بتاعتنا. اول ما بندخل من الطرقه من فاصل الريسبشن بتاعنا على ايدينا الشمال هنلاقي اوضه مساحتها كبيره، فيها شباك كبير جدا يقدر منه يدخل الشمس والهواء، فيها دولاب كبير وكمان تكييف مركزي. وقصاد اوضه الاطفال بيكون في لاندري صغير نقدر نحط فيه الغساله وادوات التنظيف. نكمل بعد اللاندري عندنا حمام برضو، الحمام موجود فيه الكابينة بتاعة الشاور والتويلت والحوض. في أوضة تانية للأطفال أو اللي هي أوضة الضيوف. لو وصينا كده هنلاقي أوضة فيها دولاب وفيها مكتبة صغيرة برضو، فيها تكييف مركزي والشباك كبير بيدخل منه الشمس والهواء طول الوقت. بعد كده بنخش على الأوضتين التانيين. أول أوضة لو دخلناها أوضة كبيرة جدا برضو، فيها مكتبة وفيها دولاب كبير وشباك كبير بيدخل منه الشمس. وجوه الأوضة دي هنلاقي الحمام بتاعها، حمام كبير جدا، في برضو الحوض وفي البانيو وفي التويلت بتاعها. ندخل بعد كده على الأوضة اللي جنبيها نفس الفكرة، هي أوضة بالحمام بتاعها، أوضة كبيرة جدا واسعة جدا وفيها جزء داخلي اللي هو الحمام بتاعنا، برضو فيها الشاور وفيها الحوض وفيها التويلت، وعندنا دولاب بالجزء الصغير بتاعه. ولو بصينا على الأوضة مساحتها كبيرة جدا وحلوة جدا مع وجود شباك في كل الأوض برضو بيدخل شمس وهواء وفي فيو روعة على الحديقة. ولو بصينا على الأوض بتاعتنا الداخلية كلها متركب فيها الباركيه المسمار. دلوقتي نطلع نشوف البنت هاوس بتاعنا. لو احنا طالعين هنبص على اليمين كده هنلاقي المكتبة كبيرة خاصة بالكتب، نقدر نحط فيها الكتب او نحط حاجات مهمة لينا. دوت هيبقى المدخل بتاع الروف بتاعنا. ولو بصينا هنلاقي فيه تكييف مركزي خاص بالبنت هاوس بتاعنا كله، وفي اوضة داخلية. الاوضة جميلة ومساحتها كويسة نقدر نحط فيها اي حاجة. احنا موجود عندنا دولاب وفي كنبة، وعندنا برضو الباثروم بتاعنا، في حمام صغير هيكون خاص لو احنا من الروف نقدر ندخل نستخدمه على طول، في تويلت وفي الحوض بتاعنا. وما ننساش طبعا الشباك الكبير اللي بيدخل لنا على طول دايما شمس وهواء طول الوقت. تعالوا بينا نتفرج دلوقتي على الروف بتاعنا من اروع واجمل الفيو. مكان واسع كبير جدا معانا، هنا هيبقى فيه شواية لو عايزين نعمل حفلة من الحفلات بتاعتنا الباربيكيو، او وفي عندنا رخامة نقدر نحط عليها اي حفلة باربيكيو او عيد ميلاد. بعد كده هنلاقي الناحية التانية
من احلى واجمل الاماكن الموجوده معانا. نقدر نعمل زرع زي ما انتم شايفين، في زرع، نقدر نعمل قعده وناخد البريكفاست بتاعنا على الفيو على الشروق بتاعنا، وبعد الجزء اللي بنقدر نقعد فيه هنا نعمل فيه اي اجتماعات، اي ميتينجز، اي حاجه خاصه عائليه يعني. هندخل على الجزء الاخير اللي هو في الروف بتاعنا وهو البول. لو بصينا هو بول مش كبير لكن هو حلو جدا، وزي ما انتم شايفين هو شغال بالفلاتر شغاله على طول، ومفيش اي حد من حوالينا يعني، لو بصينا حوالينا خالص مفيش حاجه جارحه المكان، فدوت بيدل على البرايفسي الاكتر. بعد ما استمتعنا بالشقه كلنا مع بعض، اتمنى تكون ان هي عجبتكم. لو في اي استفسار بخصوص الشقه تقدر تكلمني على الرقم اللي هيظهر عند حضرتك على الشاشه. لو في اي استفسار خاص بالعقارات، بالايجار، بالشراء، في اي حاجه او الاستثمار، تقدر تشرفني بالاتصال على الرقم اللي هيظهر مع حضرتك على الشاشه.